وتغطيتها الأنشطة اللي كتقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لتازة. طبعا يعني هذا النشاط اللي هو حفل لتكريم الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2015، أكيد أن الجمعية دعبت على تنظيم هذا الحفل السنويا، وهذه مجرد يعني التفاتة بسيطة ومتواضعة لهذه الفئة اللي من خلالها سنقدم مجموعة من الهدايا الرمزية والبسيطة للناس، وأيضا لنا أننا سنعمل على إجراء قرعة للعمرة لفائدة 3 ديال من المتقاعدين. والسنة الماضية كانت لنا نفس العملية وكانوا جوج ديال المتقاعدين اللي استلموا العمرة، هذه السنة أيضا غادي نستافدوا 3 وفق الإمكانيات المالية اللي كتكون متوفرة عند الجمعية. طموحنا على أننا نكونوا حضورنا يكون أكثر من هذا الشيء، هذا طموحنا على أننا نوفر أشياء وخدمات ومساعدات كثيرة لفائدة موظفي وموظفة الجماعة الحضرية. هذا الشيء يتطلب طبيعة الحل يعني دعم مختلف من فائد من جانب ديال المجلس الجماعي، لأنه إحنا في قلب المجلس والمجلس الواحد هو اللي كيدعمنا، وبالتالي كنتمناو على أساس هذه المستويات ديال الدعم والأشكال ديال الدعم تكون حاضرة وتختلف، باش نقدروا على أننا نغطيو ونحددوا الجوانب الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعة الحضرية لتازة. لنا موعد في محطات أخرى وأشكال أخرى ومشاريع نشتغلوا عليها مستقبلا. تحية لكم وشكرا.